معنا عبر الهاتف لتعليق الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية. دكتور برحب بحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم. دكتور الحقيقة مجهود محترم لوزارة الزراعة في نهاية العام، أرقام هامة جدا متعلقة بالاكتفاء الذاتي من الخضر والفاكهة، الاكتفاء الذاتي من دواجن التسمين بنسبة أقل ولكن 69% بنتكلم، الاكتفاء الذاتي من الأسماك 90%، فتح أسواق، سلع تصدر بأرقام هائلة يمكن بنوصل فيها لرقم واحد في العالم، وتحديدا كمان الهام هنا نقطة إنه كان في كورونا يا دكتور والحقيقة ما فيش سلعة نقصت. تمام يا فندم. يعني اتفضل. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، بشكر حضرتك، بس بعد الكلام الجميل اللي سيادتك قلتيه انا هقول ايه؟ ما سيادتك قلت كل حاجه واجملت كل حاجه في كلمات بسيطه، شويه تفاصيل بقى يا دكتور، ولكن اضافات بسيطه. زي ما سيادتك تفضلتي طبعا، قطاع الزراعه الحقيقه اخذ دعم غير مسبوق من القياده السياسيه وفخامه الرئيس في الفتره السابقه، دي حقيقه لابد ان احنا نعترف بها. ثانيا، الجهد اللي بذله معالي وزير الزراعه بالمتابعه الدقيقه في الفتره كان له اثر كبير. زي ما حضرتك تفضلتي، في ازمه كورونا قطاع الزراعه اثبت بانه القطاع الاكثر تحدي والاكثر ثباتا والاكثر مرونه في ازمه كورونا. كان في تخوف من طوائف الشعب ان هي ما تلاقيش بعض السلع، وبدات الناس تخزن، ولكن اللي حدث هو العكس، ان اسعار كثيره جدا من السلع اولا اسعارها انخفضت، كانت متوفره في الاسواق، محدش حس ابدا بان في ازمه او ان في نقص في منتج او سلعه من السلع، بالاضافه الى انه تم فتح اسواق جديده في دول لم تسبق، دخلنا اسبانيا في عرينها بالنسبه للموالح، فتحنا السوق النيوزيلندي، دخلنا لاتين امريكا، دخلنا جنوب افريقيا، ومؤخرا بفضل الله سبحانه وتعالى دخلنا السوق الياباني، وانت عارف حضرتك التحدي السوق الياباني ما نقدرش ندخله الا بموافقه البرلمان في السوق الياباني. طبعا وده ما استشعرش المواطن المصري ابدا بان في ازمه في سلعه من السلع، علاوه على ذلك ان هو من القطاع اللي فيه العماله كثيفه، تقريبا من 25 ل 30% من العماله موجوده في هذا القطاع. ولكن تصحيح بسيط لما حضرتك تفضلت بيه، بتقولي ان دجاج التسمين 67، لا احنا عندنا اكتفاء ذاتي من الدواجن. بالعكس، ده احنا مؤخرا تم اعتماد بعض المنشات انها منشات من المنظمه العالميه للصحه الحيوانيه بانها منشات خاليه من انفلونزا الطيور، الأمر الذي سيتيح لنا فرص التصدير وبالتالي الحفاظ على المستثمرين والعاملين في هذا القطاع. دكتور خليني أسألك عن شكل التكنولوجيا اللي دخلت في قطاع الزراعة في الفترة الأخيرة، وقدرنا نستثمر فيها ونخرج بمكتسبات كمان. ما أنا بقول لسيادتك دلوقتي، إحنا قطاع الزراعة لو اتكلمنا عنه طبعا انا عندي من القطاع النباتي وعندي القطاع الحيواني وعندي بالاضافه الى التصدير وسلامه الاغذيه. لو اتكلمنا حضرتك بالنسبه للقطاع النباتي وما تم فيه تحديث منظومه الري الحقل بتوجيهات من فخامه الرئيس ومتابعه دقيقه من الساده وزراء الزراعه والري، وحضرتك تعلمي ان احنا الرقعه الزراعيه بتاعتنا 9.4 مليون فدان، منهم 6.1 اراضي قديمه و 3,300,000 في الاراضي الجديده. ال 3,300,000 منهم 2.3 فيهم ري حديث، ومليون دلوقتي جاري العمل فيه لتحويله الى الري الحديث، وان شاء الله الانتهاء في يونيو القادم. بشكرك. اما بالنسبه للاراضي القديمه اللي هي 6.1 مليون، جاري فيها عمليات تطوير الري من خلال اولا تطوير الري الحقلي او اتباعات قناه حديثه من شانها ترشيد استهلاك الميه زي التسويه بالليزر والزراعه على مصاطب، علاوه على ايضا تحديث عمليات الري. بشكر. طبعا من ضمن وصلت الفكره يا دكتور، وبشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعيه.